تمتد الحلقة الواحدة من هذا البرنامج لعشرين دقيقة، نقول خلالها أكثر من 1500 كلمة، يرافقها قليل من الحركات والإيماءات وغير ذلك. لا تكلف هذه التفاصيل مجتمعة كثيرا من الجهد، لكنها ستفعل ذلك إن طالت الحلقة لثلاث ساعات. الأمر مختلف بالنسبة لصباح فخري أحد أشهر المطربين العرب. تمكن هذا الرجل من الغناء لعشر ساعات دون انقطاع، وكان ذلك سببا في دخوله موسوعة جينيس. كيف حدث هذا وأين؟ يقول البي بي سي: دخل اسم صباح فخري موسوعة جينيس للأرقام القياسية عندما غنى في عاصمة فنزويلا كاراكاس لمدة عشر ساعات متواصلة دون توقف عام 1968. يقول أيضا: تميز صباح فخري بقدرته على الحفاظ على تفاعل جمهوره معه أثناء الغناء على المسرح لساعات طويلة. كان قد قال في مناسبات عديدة بأن تفاعل الجمهور معه يلعب دورا مهما في إبداعه. صباح فخري ليس الاسم الأصلي للمطرب السوري الشهير، اسمه صباح الدين أبو قوس، أما فخري فقد ألصق باسمه تقديرا لفخر البارودي السياسي والشاعر والفنان. كذلك كان الحال مع عبد الحليم حافظ، فاسمه عبد الحليم علي إسماعيل، أما حافظ فقد ألصقت باسمه تقديرا لحافظ عبد الوهاب الرجل الذي دعمه منذ وقت مبكر. لا يمكن أن ينسى الواحد منا من مد له يد العون في البداية. هذا هو صباح فخري. حلب ولد عام 1933 سلطان القدود الحلبية. والقدود جمع قد، ويقصد بالقد القدر، والقدر هو المقاس، فنقول هذه على قد تلك أو هذه على قدرها. أما في الاصطلاح فالقدود الحلبية منظومات غنائية بنيت على ألحان موجودة في الأساس، أصحابها على الأغلب مجهولون. طوال ستة عقود مضت ظل صباح فخري واحدا من أفضل من أدى هذا اللون. هذه الصورة لصباح فخري عندما كان مراهقا صغيرا، والصورة التي بجوارها لصباح فخري الشاب بعد أن بدأ مسيرته الفنية. بدأ صباح فخري مسيرته الفنية مبكرا، حفظ القرآن في صغره، جوده، رفع الأذان في جوامع حلب، وجالس أساتذة الموسيقى والمنشدين. يقول الرجل نفسه عن نفسه في حوار سابق إن أحد أقربائه كان يتعمد إيقاظه في طفولته عبر قرصه لأنه يحب سماع صوت بكائه. عبر إذاعة دمشق انطلق صوته بالقدود الحلبية، ومن هناك بدأت مسيرته في إطراب ملايين العرب. سيد الموشحات
ملك الطرب، سلطان القدود الحلبية، أحد أعمدة الموسيقى العربية. بعد 88 سنة من العمر يرحل من لقب بكل هذه الألقاب عن الدنيا ويترك وراءه ثروة فنية. إن لم تكن قد سمعت له شيئا من قبل، خذ هذه الاقتراحات: خمرة الحب اسقنيها، قدك المياس، مالك يا حلوة مالك. كيفما كانت إن العيون 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 التي في طرفها حوار قتلنا ثم لم يحيين قتلنا يسرعنا ذا اللب حتى لا حضاك بني فهم ضعف خلق الله إنسانا يا ليل. التغريدات كثيرة حول رحيل سلطان القدود الحلبية وملك الطرب. إبراهيم المندري مثلا يقول: أحد أساطين الذاكرة الشعبية تاريخا وتراثا، وأبرز قلاع الفن الصامدة أصالة ونشوة، وأغنى أساطيل الإبداع لمراكب الموشحات والقدود والأدوار والفن التقليدي والحديث، فهنيئا لك ولنا. يقول: خلود العبق وبقاء الفن وحماية الإرث الأصيل. أيضا ضياء الدين بمخرمة يقول: رحم الله صباح فخري، فقد أمتعنا بالأناشيد والموشحات والقدود الحلبية الجميلة والفن الراقي، لحن وغنى من روائع المتنبي وابن زيدون وابن الفارض وأبي فراس الحمداني وغيرهم الكثير من الشعراء المجيدين. يقول: سيظل اسمه خالدا في سجل الفن العربي الأصيل. و داليا تقول: صباح فخري كان له من اسمه نصيب، صوت يحمل إشراقة الصبح وتألق في عز الضحى، ملطفا بنسيم شمس الشام التي تضيء ولا تحرق، تدفئ ولا تكوي، شمس تبوس الأرض وتبقيها ندية حتى يغشاها المساء بعبائته ليحمل صدى الأغنية مترعة بصهللة الضياء. أحلام استغنمي تقول: رحل صباح فخري سيد الطرب الأصيل وآخر مطربي الزمن الجميل، الصوت الذي رافق مشاعرنا وبهجتنا وأشجاننا متربعا على عرش فن الغناء والقدود الحلبية. به تقول ينتهي زمن كبار سادة الطرب.